دليل تشغيل نظام مراقبة الجنين خطوة بخطوة. ارتدي ملابساً فضفاضة ومريحة. أخرجي جهاز سي تي جي مع الأشرطة والتوصيلات الكهربائية من الحقيبة الخاصة به. أوصلي الجهاز في المقبس الموجود في الجدار. احرصي على تسجيل الدخول على التطبيق الموجود على هاتفك. ثم شغلي الجهاز باستخدام زر التشغيل الموجود في الأعلى. ضعي كلا الرباطين واستلقي فوقهما. يمكنك استخدام شريط جراحي لاصق لتثبيت المستشعرين. إن الجهة التي تشعرين فيها بركلات الجنين في بطنك هي غالباً مكان توضع الرجلين، باستخدام يديك الاثنتين، ثبتي إحدى يديك على بطنك من إحدى الجهتين وحاولي أن تستشعري وضعية استلقاء الجنين. الجهة ذات السطح الأملس هي حيث يوجد ظهر الجنين، أما الجهة التي تحتوي على نتوءات فهي جهة بطنه حيث تكون ذراعاه ورجلاه أمام البطن. يجب أن يكون هذا الجزء في نفس الجهة التي تشعرين فيها بركلات الجنين. أخرجي مستشعر توكو ومستشعر FHR من قواعدهما. استلقيا على جانبك الأيسر، خصوصاً إذا كنت في الثلث الثالث من الحمل. ضعي مستشعر توكو فوق السرة B10 سم وثبتيه بواسطة الرباط أو الشريط الجراحي اللاصق. ضعي القليل من الجل على الوجه السفلي لمستشعر FHR. ضعي مستشعر FHR على جهة ظهر الجنين باتجاه منطقة الكتف. إذا كان ظهر الجنين متجهاً إلى اليمين، ضعي مستشعر FHR على الجهة اليمنى من بطنك. إذا كان ظهر الجنين متجهاً إلى اليسار، ضعي مستشعر FHR على الجهة اليسرى من بطنك. يمكنك الاستعانة بطبيب التوليد الخاص بك لتحديد وضعية استلقاء جنينك. أو يمكنك استخدام منظار الجنين أو سماعة الطبيب لتحديد موقع ضربات القلب بصوت مسموع ووضع مستشعر FHR هناك. خذ مستشعر FHR وحركه ببطء شديد حتى تسمع دقات القلب. في وقت مبكر من حملك، من المحتمل أن تحرك FHR لأسفل تحت زر بطنك. اعلم أنك ستسمع أيضاً دقات قلبك ونبض شرايينك. نبضات قلب الطفل أسرع بكثير من أي منهما. الحمل المبكر، حسب وضع الجنين والمشيمة، قد يكون من الصعب سماع دقات قلب الطفل. حركي مستشعر FHR يساراً ويميناً وللأعلى وللأسفل قليلاً حتى تسمعي نبضات قلب منتظمة، ثم ثبتيه بحذر بواسطة الرباط أو الشريط الجراحي اللاصق. اضغطي على زر الصفر في المستقبل لمعايرة الجهاز. تحققي من أن هاتفك يتلقى المعلومات. انتظري 15:35 دقيقة حتى تنتهي الجلسة. أزيلي المستشعرين وامسحي الجل عن مستشعر FHR وأعيدي المستشعرين إلى قواعد الشحن الخاصة بهما. ثم أوقفي تشغيل الجهاز باستخدام زر التشغيل. أزيلي الكبل من المأخذ الكهربائي في الجدار. أعيدي الجهاز إلى علبته مع الوصلات الكهربائية والأشرطة.